يطلبون الخلاص فيحضنون الرصاص. الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير التي أطاحت برأس النظام السابق أخفقت في اجتثاث هيمنة العسكر والجيش والقوى الأمنية وقوة الدولة العميقة وأخطبوط رجال الأعمال والإعلام الموجه وقضاء مبارك، ليسدل الستار في 3 يوليو بانقلاب عسكري يعيد العسكر من جديد لحكم مصر ويقبض على أول رئيس مصري مدني منتخب، وترتكب أبشع المجازر بحق من رفضوا التخلي عن ثورتهم. يذهب ضحيتها آلاف المصريين في يوم واحد على يد قوات الجيش والشرطة في ميداني ربيعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بمحافظة الجيزة. منذ ذلك الحين وقوات الجيش والشرطة تقمع بالقوة وتقتل المتظاهرين وتشن أسوأ حملة اعتقالات ومداهمات، وتصدر أحكام الإعدام على المئات بالجملة خلال جلسة واحدة، وتحول أوراق آلاف المصريين إلى المفتي، وتتوالى أحكام السجن بمدد طويلة على رجال ونساء بل وأطفال في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بالهزلية وغير العادلة وسط صمت دولي من دول تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان. كل الأحداث تلخصها مقولة القاضي في جلسة ما سمي بمحاكمة القرن التي كان يحاكم فيها مبارك ونجليه وقيادات نظامه الأمني: عودوا إلى أماكنكم. كأن المصريين أمام فيلم كوميدي ساخر، فقد أراد قاضي محكمة الجنايات أن يعود كل هؤلاء إلى أماكنهم ومواقعهم ومراكزهم ليسدل الستار على ثورة يناير. ورفعت الجرس. هكذا بدت أم الدنيا في عهد السيسي والعسكر، فانتقل الحال من ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إلى فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وأمام مشهد القمع والقوة رأى البعض أنه لا مناص من العودة إلى الميادين وضرورة اصطفاف القوى الثورية والاتفاق على استراتيجية موحدة وخطوط للعمل المشترك ستتمخض حتما إلى فعل لإنقاذ مصر وتحقيق أهداف ثورة يناير. ووسط نواح الثوار المتصارعين أيديولوجيا وبكاء المسجونين منهم على اختلاف مشاربهم السياسية على اللبن المسكوب واستعدادات أمنية لوأد أي انتفاضة أو ثورة جديدة من خلال غلق الميادين والدفع بحوالي 250,000 جندي وضابط في الشوارع مع آلاف المدرعات والمصفحات بخلاف قوات الجيش، ثوار يناير باتوا يرفعون شعار يناير الجديد ليس يناير من جديد، أي ثورة من جديد للبناء على ما جرى لأنه لم يكن ثورة. الذكرى الرابعة تحل والثوار لم يرفعوا شعار يدنا أقوى من الرصاص. هل لنا من فلك كفلك نوح ينقذ دون تمييز كرامة الإنسان في مصر من الاندثار؟